لقطات من عملية مداهمة حقيقية للقوات الأمنية المصرية لتحرير الطفل زياد المختطف، حيث تم محاصرة المخزن المهجور الذي احتجز فيه الطفل. خلال 48 ساعة ألقي القبض على الخاطفين وأنقذ الطفل زياد أيضا وعاد إلى أهله سالما في زفة كبيرة. نتابع. قصة الطفل زياد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي في اليومين الماضيين بعد انتشار فيديو لكاميرا المراقبة يوثق عملية الاختطاف التي قام بها ملثمان وفي وضح النهار، حيث افتك الولد من أمه التي سحلت وهي تحاول تحريره. نتابع. تصور فيديو لو تبعت لحد، لو تبعت لصاحب الثورة. ايوه هاي غنيه الصبح. خلاص يا حاج العربية. ايه روح انت؟ ايه روح انت كده؟ صدق قلت تدوي علي. يا انت خدت رزق. معلش معلش. الحمد لله على سلامة زياد البحيري الذي استقبله أهالي مدينة المحلة الكبرى بالزغاريت ورفعوه على الأعناق فرحين أيضا. نتابع الفيديو. لكن لماذا اختطفوا زياد بالذات؟ استمع الطفل حينما كان محتجزا لحديث الخاطفين الذين أرادوا من عملية الاختطاف الانتقام من عمه وأخذ 2 مليون جنيه من أبيه حتى يرجعوه. نستمع. هم شالوني حطوني في العربية وبعدين مشينا شوية وبعدين وقفنا وبعدين نقلوني في عربية. ما غموش عينك يا زيد ولا حاجة؟ لا غموا عيني. تمام. وبعدين مش كل الطبان. قالوا لك إيه بقى؟ قالوا لي ما تعملش حس ولا تزعل ولا تعمل حاجة إما هنقتلك. كانوا كام واحد يا زياد؟ تلاتة. في ست ولا ما فيش ست؟ لا ما فيش ست. يعني هما التلاتة اتنين قدام واحد ورا بس. طب آخر حاجة لما وصلت في البزنة يعني حد بيقول لحد اسمه فلان يا اسمه فلان؟ أساميهم إيه؟ لا أنا سمعتهم بيقولوا لي يا عم حمد هما اللي عملوا معانا الغلط والكلام ده. بقول لك إيه؟ عم حمد هو اللي عمل معانا الغلط. وزارة الداخلية أيضا ذكرت في بلاغ لها أن الخاطفين كانت لهم مطامع في ابتزاز والد زياد الذي يعمل تاجر مواد غذائية، كانوا يعتقدون أنه ثري. وبعدما انتشر فيديو كاميرا المراقبة على السوشيال ميديا الظاهر فيه رقم السيارة التي تبين أنها مسروقة أحرقوها لإخفاء أي أثر يمكن الشرطة من الوصول إليهم، لكن جهود الأجهزة الأمنية كانت أقوى من مخططاتهم. فرحة كبيرة في مصر بنجاح القوات الأمنية في تحرير الطفل زياد. علق مستشار محسن على تويتر وقال: واقعة خطف الطفل زياد من المحلة أولا كل الشكر لوزارة الداخلية، وده فعلا إنجاز. ثانيا بعدما تشوف بشاعة فيديو الخطف ده، ألا يستدعي هذا تدخل تشريعي لتغليظ عقوبة خطف الأطفال الأقل من 16 سنة من الأشغال الشاقة المؤقتة إلى الأعدام؟ قانون العقوبات كله محتاج تغيير جذري وفوري. ولا يجب أن ننسى دور مواقع التواصل الاجتماعي في الموضوع أيضا، حيث علق محمود وقال: الحمد لله أنه رجع لأهله سالم، بس بأمانة الفضل بعد مشيئة ربنا يرجع للسوشيال ميديا اللي حطت وزارة الداخلية كلها تحت ضغط رهيب أنهم لازم يرجعوا الطفل لأهله ويقبضوا يعلي خطفوه الطفل زياد البحيري. بينما نبه آخرون لضرورة توفير الرعاية النفسية للطفل المختلف اختطف وأمه أيضا التي اختطف ابنها أمام عينيها. علقت هنا هبة وقالت: في طبيب نفسي عرض أنه هو حيعالج الطفل زياد اللي اتخطف من المحلة علشان الحالة النفسية اللي مر بيها. أنا شايفة أنه الأم كمان لازم تتعالج لأنه الموقف مر عليها أسوأ من الطفل 100 مرة. حبيبتي ربنا لطف بيها والحمد لله.
شاركونا بآرائكم، ما العقوبة التي يستحقها مختطف الأطفال؟ وبرأيكم قصة زياد ونجاح الشرطة في إلقاء القبض على الخاطفين ستجعل من يفكر في إيذاء طفل أو خطفه يفكر ألف مرة قبل قيامه بالأمر؟